كرة خطيرة باش يختار القوة يشوط بارسا. الهدف الأول، الهدف الأول لبوركينا فاسو، الهدف الأول لبوركينا فاسو، هدف قاتل في الدقيقة 80. بارسي يدخل ويسجل هدف السبب ويقرب بوركينا من التاهل بنسبة كبيرة، 1-0 في وقت قاتل، 1-0 عن طريق بارسي. لماذا غيرنا الفريق؟ لماذا غيرنا التشكيل؟ لماذا غيرنا الأسماء؟ لماذا؟ 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 1-0 والمنطقة بالبوركيني يتقدم في حقية في الشوط الثاني، لأنه في الشوط الثاني من عمل شيء. في الأخير هذه المباريات تكسب، وبوركينا تشوط كرة قوية من بسيط حل الجدال، عدت كرة بعيدة برجع البلبولي وجول. 1-0 لبوركينا فاسو، 1-0 لبوركينا فاسو عن طريق بانسي، وظيفة قوية وهدف من بانسي. اللاعب المزاكي دخل ونال كوتشينج للمدرب باولو دوارتي. 1-0 لبوركينا فاسو اللي هي الأقرب الآن للنصف النهائي بهذا الهدف. حمزة الأحمر يلعب كرة، حمزة الأحمر، حمزة الأحمر يمشي بالكرة، حمزة الأحمر بالرأس، الكرة بالدفاع عن طريق بانسي، ترجع الكرة لفريق البوركيني. أكثر رغبة الحقيقة، أكثر روح الفريق البوركيني. خلاص راس البوركيني، يخرج راس، والكرة بالعربة، والهدف الثاني، والهدف الثاني لبوركينا فاسو. انتهت المباراة، انتهت المباراة بالهدف الثاني لبوركينا، انتهت المباراة بالهدف الثاني لبوركينا. صراحة الإطار الفني يتحمل الخسارة في جزء كبير بهذه التغييرات. عمرك ما تغير فريق رابح، عمرك ما تغير فريق رابح. 2-0 بوركينا فاسو رسميا في الدومي فينال، رسميا بوركينا فاسو في النصف النهائي. ما سرقوش ربحهم في الشوط الثاني، كانوا افضل في غياب تونسي واضح، وايضا الحقيقه حتى نصف الساعه الاولى في المباراه كان عندهم. اذا باستحقاق الفريق البوركيني في النصف النهائي، كان اقوى من تونس اليوم، كان افضل منا. سألنا له نحن المأمورية بهذه الخيارات التكتيكية والتغيير، يعني اقتل الفريق هجوميا، ما حلش المشكل دفاعيا، وتونس اوت رسميا من أمم افريقيا. الهدف الثاني عن طريق اللاعب ناكولما، هدف ثاني للمنتخب البوركينابي عن طريق ناكولما. 2-0، مباراة سيئة، لكن ما ننساوش أنه عشنا مباريات باية، عشنا مستوى جيد، لازم نبنيو عليها. البطولة هذه هي نجاة فريق وميلاد فريق. اليوم بوركينا فاسو أبانت